لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. لان لله قلبه فألان الله الصخرة تحت قدميه، أن يكون للقرآن أثر في قلبه، أي دون النبيين وفوق غيرها من الأمم. مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام. تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام. قال الله تعالى: وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه، إلى آخر الآيات. هذه الآيات تتحدث عن اليهود ونقضهم الميثاق مع الله تبارك وتعالى. والمراد باليهود هنا بنو إسرائيل الذين كانوا مع موسى عليه السلام. وحتى تفقه الخطاب قلنا القرآن كما أن الإنسان يحتاج فيه إلى آلة اللغة يحتاج فيه إلى الفقه التاريخي. فهؤلاء القوم لما خرجوا من أرض مصر أمرهم الله جل وعلا أن يدخلوا الأرض المقدسة كما سيأتي في الجزء السادس، فأبوا، فقضى الله عليهم أن يتيهوا في الأرض 40 سنة، مع أن الصحراء التي تاهوا فيها صحراء محدودة ليست كبيرة، لكن مع ذلك كانوا يغدون ويروحون ويذهبون ويجيئون في مساحة واحدة، لأن الله قال 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. الذي يعنينا هنا أن الله جل وعلا قال: فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا، ذكر الله جل وعلا أسباب كيف أن الله نزع منهم القيادة الروحية في العالم، ثم فصل قال: وبكفرهم. الباء هنا سببية، وهذا مهم في الفهم. والباء أيها المبارك تأتي لأنواع، تأتي للإلصاق، إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله، هذا المعنى الباء للصاق. وتأتي بمعنى العوض، قال صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، معنى لن يدخل أحد منكم الجنة بعمل أي بعوضا عن عمله، لأن الجنة أعظم من عمالنا. أما السبب فهو هنا بقول الله تبارك وتعالى: وبكفرهم، أي بسبب كفرهم، وقولهم أي اليهود على مريم بهتانا عظيما. مريم هي الصديقة مريم التي مر معنا في اللقاء الرابع شيء من أخباره. هذه المرأة لم يذكر في القرآن اسم امرأة غيرها، وسماها الله جل وعلا صديقة، قال عنها: وأمه صديقة كان يأكلان الطعام، وهي مريم ابنة عمران. ومعنى قول الله جل وعلا: وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، البهتان في اللغة هو ذمك الشخص في وجهه مكابرة، ذمك الشخص في وجهه مكابرة، هذا هو البهتان. فهؤلاء رموها بالزنا بهتانا عيانا وهي تسمع، نسأل الله العافية. قال الله جل وعلا: وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، أي رموها بالزنا. وقولهم، وهذه معطوفة على كفرهم، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله. الآية يمكن شرحها من عدة طرائق، لكن نبدأ بالأول. هم يزعمون أي اليهود أنهم قتلوا المسيح عيسى ابن مريم، لكن الآن لغويا الله يقول: وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله. من الذي قال رسول الله هنا؟ هل هي في باب الحكاية أو من قول المحكي؟ بمعنى أوضح، هل هم قالوا قالوا قتلنا المسيح وسكتوا، فالله هو الذي قال عن المسيح أنه رسول الله، أم هم قالوا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله؟ على كل وجه يختلف المعنى.
فإذا كان الكلام أنهم هم قالوا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم والله قال رسول الله، يصبح المعنى مقام ماذا؟ مقام مدح، يعني كأن الله يقول كيف يقتلون رسولي، ويصف الله عيسى بأنه رسول. لكن إن كان هم الذين قالوا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وهم أصلا لا يؤمنون به، فلا يصبح المقام مقام مدح، يصبح المقام مقام ذم. وهذا له نظائر في القرآن. وقلنا من طرائق التفسير أن الإنسان ما استطاع يستصحب الآيات في ذهنه قبل أن يحكم. الله جل وعلا يقول وقالوا، أي قريش، يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. ومعلوم أن قريش لا تؤمن، كفارهم لا يؤمنون أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه ذكر، لكن قالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر من باب التهكم. ونظيره قول أهل مدين لشعيب، قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. فقولهم أصلاتك، هم لا يؤمنون بالصلاة أصلا، ولا يقرون أن ما يصنعه شعيب صلاة، ولا يؤمنون أن شعيبا حليما ولا رشيدا، لو ظنوا وعلموا أنه حليم ورشيد لاتبعوه، لكن قالوا صلواتك حليم رشيد، كلها من باب الذم والسخرية والتهكم. هذا تحرير معنى قول الله جل وعلا إن قتلنا المسيح عيسى ابن مريم. عيسى ابن مريم تكلم وهو صبي، ونبئ قبل 40، ورفع كما سيأتي وهو على رأس 33 سنة. والمشهور عند العلماء أن أهل الجنة يدخلون الجنة على رأس 33 سنة، كسن عيسى عليه السلام يوم رفع. الله يقول هنا وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، ثم قال وما قتلوه وما صلبوه، والميم قطعا نافية، فنفى الله القتل ونفى الله الصلب. وقد يقول قائل إن نفي القتل من لوازمه نفي الصلب، لكن هذا لا يلزم، لأنهم كانوا أي الناس في بعض أحوالهم يصلبون دون أن يقتلوا، فيجعلون المصلوب على خشبة ثم يرمونه حتى يدمي ثم ينزلونه، وأحيانا يصلبونه ويقتلونه وهو مصلوب. يبقى سؤال تاريخي عليه يتفرع معنى الآية. السؤال التاريخي، لا نملك نحن أدلة تثبت وقائع تاريخية، لكن بين أيدينا في الأناجيل فيما نقل إلينا أمور لا نستطيع أن نردها ولا نستطيع أن نقبلها بالكلية. أمامنا رواية، إن صحت شيء وإن لم تصح شيء آخر. ما الرواية؟ الرواية تقول إن عيسى ابن مريم وضع شبهه، صورته، على أحد من خانه وفشى به وهو يهوذا، فيصبح يهوذا ألقي عليه شبه عيسى، فظنه اليهود أنه عيسى فقتلوه وصلبوه. فعلى هذا يوجد قتل ويوجد صلب، لكن المقتول والمصلوب ليس عيسى، إنما أحد من خانوه. هذه رواية. القول الثاني أن هذه الرواية غير صحيحة، غير ثابتة، فيصبح معنى قول الله جل وعلا ولكن شبه لهم على القول الأول، شبه لهم يعني ألقي شبه عيسى على من؟ على يهوذا. وعلى عدم وجود هذا الخبر وعلى عدم صحته يصبح المعنى ولكن شبه لهم، أي أن كبراءهم، سادتهم، أهل الرأي منهم، من يحملون الحنق على عيسى، أشاعوا في الناس أن عيسى قتل وصلب وأنه لم يرفع، ففشى هذا فيهم حتى تناقلته الأجيال، فأصبح كل جيل يأتي يؤمن بوجود هذا الأمر الذي لا حقيقة له. فيصبح معنى قول الله جل وعلا ولكن شبه لهم، أي التبس الأمر عليهم واختلق عليهم إفك وكذب حتى شاع بينهم واشتهر وعرف، فظنوا أن عيسى عليه السلام قتل وصلب. قال الله جل وعلا وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذي اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. الاختلاف هنا الذي وارد يحتمل معان عدة لا يمكن القطع بأحدها. الاختلاف هل هو
قتل أو رفع بينهم؟ اختلفوا النصارى أنفسهم، هل الذي قتل موسى عيسى في هيئة الناسوت أم عيسى في هيئة اللاهوت؟ وقائلون إنه قتل ناسوته غير لاهوته، وآخرون قالوا بل قتل في ناسوته ولاهوته. هذه كلها آراء قيلت في قتل المسيح عيسى بن مريم، لكن المقطوع به يقينا، قال الله وما قتلوه يقينا. هذه يقينا كذلك تحتمل معنيين على الأرجح كبادي الرأي. هل يقينا هذه تعني وما قتلوه يقينا يعني أنهم قتلوا لكن ما قتلوا من؟ ما قتلوا عيسى، يعني قتلوا أحدا لكن لم يكونوا متيقنين من الذي قتلوه، من الذي قتل. أو المعنى الآخر أن الله يقول وما قتلوه يقينا، يصبح المعنى يقينا ما قتلوه، يعني نحن نخبرك يا من تقرأ كتابنا تتأمل آياتنا أنه يقينا أن هؤلاء لم يقتلوا عيسى البتة. واضح المعنى؟ والمعنى والآية تحتمل المعنيين، وما قتلوه يقينا. إذن ما الذي حصل؟ قال الله بل، هذه للإضراب، تسمى للإضراب. معنى الإضراب، الإضراب أحيانا يكون إضراب إبطال، وأحيانا يكون إضراب انتقال، أحيانا يكون إضراب إبطال، وأحيانا يكون إضراب انتقال، ولا تعجل، كل هذه القواعد ستأتي مع الأيام. قال بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. والرفع هنا قطعا رفع قربى وزلفى، رفع قربى وزلفى للمسيح عليه السلام. كيف تم الرفع؟ أحواله سنقوله إن شاء الله تعالى في الوقفة الثالثة. تعالوا ساعة نؤمن جميعا مع القرآن، مع القرآن، مع القرآن. قلنا الوقفة الثالثة ستكون عن قضية الرفع. قال أصدق القائلين بل رفعه الله إليه، وقلنا إن هذا الرفع أول الأمر يجب أن يعلم أنه رفع قربى وزلفى، فيصبح معنى قول الله في آل عمران إني متوفيك ليس المقصود منها الوفاة التي بمعنى قبض الأرواح، إنما المقصود منها استيفاء بعثتك ونبوتك ورسالتك. ينتهي كونك نبي عند سني رفعك، إني متوفيك أديت ما عليك ورافعك إلي، وليس هناك خبر وفاة وليس هناك قبض روح. هنا قال الله في النساء بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. لما قال ولا ملزم عليه ربنا وكان الله عزيزا حكيما؟ لما كان عزيزا جل ذكره عز أولياؤه، فارتفع عيسى ولم ينله أذى لأن مولاه هو الله والله عزيز لا يغلب، ولهذا لا تلتمس عزة ولا تطلب ولا تبتغى إلا من الله. ولما كان جل وعلا حكيما فإن في هذا الرفع نجم ثلاثة أمور، فإن في هذا الرفع نجم ثلاثة أمور: فتنة للكافرين، فتنة للكافرين، وعلو درجة لمن صدق من المؤمنين، ونكال بمن خان عيسى عليه السلام على القول أن أحد أشبائه قتل وصلب، ونكال بمن خانه من طلابه الذين قيل حسب الروايات التي وسطنا القول فيها أنه فشى به فألبسه الله شبه عيسى. هذا معنى قول الله بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. ثم قال ربنا وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. فذكر الله حالين، حال يوم القيامة وهو حال متأخر، وحال في الدنيا. فالحال في الدنيا جملة الآية أن عيسى سينزل، قال الله جل وعلا وإنه لعلم للساعة، وفي قراءة وإنه لعلم للساعة، فينزل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أولى الناس بعيسى بن مريم. يمر عليك وأنت تدرس الفرائض أو في غيرها أن الأبناء ينقسمون لغة إلى ثلاثة أقسام: يقال أبناء أعيان، ويقال أبناء
أخياف، ويقال أبناء علات. فأبناء الأعيان هم الأبناء الأشقاء الذين من أم وأب واحد، أمهم واحدة وأبوهم واحد، يقال لهم أبناء أعيان. وأما إذا كانت الأم واحدة والآباء مختلفون، امرأة تزوجت فأنجبت ثم طلقها زوجها فتزوجت غيره فأنجبت ثم مات عنها زوجها ثم تزوجها رجل آخر فأنجبت منه، فهؤلاء الثلاثة إخوة لأم يسمون أبناء أخياف، أي مختلفين في ألوانهم وهيئاتهم. بقيت واحدة ثالثة وهي الأخيرة، أن يكون الأب واحد لكن الأمهات مختلفات، وهؤلاء يسمون أبناء علات. قال صلى الله عليه وسلم: نحن معشر الأنبياء أبناء علات. فأممهم شتى، كل واحد من أمة، كل واحد من أمة، مو من أم، من أمة يعني من قبيلة ما أو أرض ما، لكنهم جميعا دينهم واحد. وقال: أنا أولى الناس بعيسى بن مريم، لأنه ليس بين نبينا وعيسى بن مريم عليهما السلام نبي. هذه واحدة. نزول عليه السلام من علامات الساعة الكبرى، ينزل واضعا يديه كما في الخبر الصحيح على أجنحتي ملك، إذا طأطأ رأسه يرى كأنه ينحدر منه ماء، كأن وجهه يقطر رغم أنه لا يقطر أصلا، كأنه خارج من ديماس، الديماس الحمام، رجل لتوه مغتسل. فعندما ينزل يراه عدو الله الدجال، فإذا رآه الدجال ماع وانذاب كما يذوب الملح في الماء، مع ذلك يتبعه عيسى ويطعنه بطعنة بحربة في يده. قال بعض أهل العلم تعليلا حتى يطمئن الناس أن الدجال مات. فيكسر الصليب شعار النصارى، ويقتل الخنزير، وتكون السجدة واحدة لله رب العالمين. يجمع الله الناس على من؟ على عيسى بن مريم، لكنه ينزل على أنه تابع لرسول الله لا على أنه نبي عليهما الصلاة والسلام. وهذا يقوي معنى قول الله جل وعلا: إني متوفيك، بمعنى مستوف نبوتك، لأن نبوته لو لم تستوف في الأول لأصبح بعدها نبيا، وهو عندما ينزل لا ينزل على أنه نبي، ينزل على أنه يعمل بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. عندما ينزل يكون المسلمون قد اجتمعوا يريدون أن يصلوا صلاة العصر، فعندما ينزل يريد هذا الذي يؤم المسلمين، قيل المهدي وقيل غيره، أن يقدم عيسى، لكن عيسى يأبى ويقدم من أقيمت الصلاة له. قال عليه الصلاة والسلام: أي نبينا، إن منكم لمن يصلي عيسى بن مريم خلفه تكرمة من الله لهذه الأمة. أنبياء الله يصلون وراء حفظة القرآن منها. وقال بعض العلماء قولا مرضيا، وهو أن هذا الإمام يتقدم لأن في صدره القرآن، وعيسى الأصل أن في صدره الإنجيل، والقرآن مهيمن على الإنجيل. إن صح هذا فهذا تعليل حسن، لكن هذا يفقه منه قطعا أن القرآن أفضل علم حواه الصدر، لا يمكن أن يكون في الصدور شيء أعظم من القرآن. فإذا رزق عبد ما حفظ القرآن، ثم رزق العمل بالقرآن، ثم رزق من العمل بالقرآن أنه يقوم بالقرآن في الليل، فقد نال الشرف الذي لا يبارى، وعلو الكعب الذي لا يجارى. وهذا هو الشرف العظيم، أن يحفظ الإنسان شيئا من القرآن في صدره، ثم إذا جاء الليل وأظلم قام بهذا القرآن الذي في صدره بين يدي ربه. قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ: وصلاة الرجل في جوف الليل الآخر ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. إن دب إليك كسل وضعف فيك عزم وأنت على فراشك
ذكر نفسك بهذه الآية، تذكر ولو تقولها بصوت مسموع، تردد نفس الحديث: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة، وصلاة الرجل في جوف الليل الآخر، ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم استقبل القبلة وقم وأنت تتمنى على الله ذلك الوعد الذي وعده الله جل وعلا عباده. حاول أن تجمع في قلبك ما بين الخوف منه تبارك اسمه وما بين الطمع في رحمته، وحاول أن تقرأ في القرآن ولو أن تعيد ما قرأت، ما يرقق قلبك ويدنيك من ربك ويقربك من خالقك. فإذا سجدت فلو أتيت بعشر تسبيحات في الأول فهو أمثل، تمجد فيها ربك. ثم قل كما قال كان يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. هذه وحدها وأنت في سجودك تأملها، أنت كما أثنيت على نفسك. الله جل وعلا لا يبلغ مدحته قول قائل ولا يجزي بآلائه أحد، والله يقول: ولا يحيطون به علما. فلما لم يحيط العباد بالله علما قطعا لن يبلغوا مدحته، لن يبلغوا معرفة حق الثناء عليه. فلذلك يقولون كما قال نبيهم: أنت كما أثنيت على نفسك، ثم سل الله من خيري الدنيا والآخرة. هذا هو المقصد العظيم من حفظ القرآن الكريم. والمقصود من الآيات حتى لا نستطرد كثيرا أن عيسى ينزل عليه السلام فيكسر الصليب ويقتل الخنزير، على أنه تاريخيا هذا الصليب ما عرف إلا بعد موته عليه، بعد رفعه عليه السلام، لم يقتل ولم يمت ولم يصلب إلا بعد أن ذكر صلبه عندهم بثلاث قرون تقريبا. فجاء رجل به مرض فجاء إلى مكان فيه قمامة، وإلى الآن تسمى كنيسة القمامة وتسمى كنيسة القيامة. فجاء يبحث وبه داء، فقال للناس: إنني وجدت الخشبة التي صلب عليها المسيح وأنني برئت. ففتن الناس بالخشبة فاتخذت لها نماذج، ومن كانت تملك الرومان في ذلك الزمان أمرت بأن هذه القمامة تزال وتبنى عليها كنيسة، وهي موجودة إلى الآن في أرض فلسطين. هذا سر تعظيمهم للصليب ونشرهم له كما تراه عيانا. نسأل الله أن يحيينا وإياكم على الفطرة، ويميتنا وإياكم على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يردنا حوضه ويحشرنا في زمرته، والحمد لله رب العالمين. تعالوا ساعة نؤمن جميعا مع القرآن، مع القرآن، مع القرآن. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. الآيات التي سنقف عندها إن شاء الله تعالى قول الله جل وعلا: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. أولا قول الله جل وعلا: واتل عليهم نبأ ابني آدم، جاء بعد خبر بني إسرائيل مع موسى، وتذكير موسى بني إسرائيل بنعم الله جل وعلا عليهم: إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين، يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. الفرق بين الحالين أو بين القصتين أو المناسبة بين القصتين: في بني إسرائيل كان منهم إحجام مذموم، وأما في خبر ابني آدم فإن أحدهما العاصي منهما كان فيه إقدام مذموم، فهذا فيه جرأة على المعاصي فقتل أخاه. وفي الأول في بني إسرائيل إحجام عن أوامر الله لن ندخلها حتى يخرجوا منها.
هذا من حيث الإقدام والإحجام، وهو مناسبة ذكر هذه القصة بعد القصة التي تليها. والمشهور أنهما قابيل وهابيل. في خبرهما يظهر قضية القلوب وأثرها في الطاعة، فالله جل وعلا أخبر أن كلا الأخوين قرب، إذ قرب قربانا، كلاهما في ظاهر الأمر قام بالعمل، لكن القلوب اختلفت فاختلفت النتائج. إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، وليس بين الله وبين أحد من خلقه نسب. الأول صدقت نيته وقدم أفضل ما يملك، والآخر ساءت نيته فقرب أسوأ ما يملك. قال لأقتلنك، هذا هو الحسد، وهو أول ذنب عصي الله به في السماء وأول ذنب عصي الله به في الأرض. فالذي منع إبليس مع الكبر أن يسجد لأبينا آدم حسده إياه، والذي دفع قابيل أن يقتل أخاه حسده لأخيه. وقد قال ابن القيم رحمه الله: أصول الخطايا ثلاثة، الكبر والحسد والحرص. قال: لأقتلنك، قال: إنما يتقبل الله من المتقين. كان المقتول أعظم قوة من القاتل، لكن منعه من بطشه بأخيه خوفه من الله. والخوف من الله كما مر معنا في لقاءات مضت هو عنوان حياة المتقين الحق، ولهذا ربط الله الخوف به بالتوفيق. قال: رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما أدخلوا عليهم الباب. فقولهم أدخلوا عليهم الباب مهد الله له ووطأ بأن هذين الرجلين رزقا الخوف من الله، فلما رزق الخوف من الله رزق التوفيق في القول. فأي أحد يطلب علما قد يحفظ أكثر من غيره، وقد يجد من الساعات أكثر من غيره أن يقرأ ويتأمل، وقد يجد متسعا من الوقت أن يثني الركب عند مشايخه، لكن إذا اجتمع له هذا العلم الذي قرأه وحفظه، فحتى يستقيم له أن يقول قولا موفقا ويأخذ الناس عنه قوله، لا بد أن يكون الرجل في المقام الأول يخاف من الله، فيه خوف، فيه ورع، فيه خشية من الله. فإن وجد في أحد ما خوف وورع وخشية من الله وجد التوفيق في القول والسداد فيه. قال الله جل وعلا كما بينا: قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما، أي بالخوف منه، أدخلوا عليهم الباب. نعود للآية. قال: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك ليقتلك إني أخاف الله رب العالمين. وهذا هو السبيل الذي يمشي عليه أهل الإيمان، فهم أحيانا ليسوا عاجزين أن يأخذوا بحقهم، لكن يمنعهم الخوف من الله، يمنعهم من الرشوة، يمنعهم من السرقة، يمنعهم من الكذب، يمنعهم من القدح في أعراض الناس، يمنعهم من أشياء كثر، عن كل ما حرم الله خوفهم من ربهم تبارك وتعالى. وخوفهم من الله كما يمنعهم من المعاصي يدفعهم للطاعات، لأن الله قال عن أهل طاعته وقد بين عطاءهم وسخاءهم، قال: إن نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. وهذا يدفعني للاستطراد في التفسير، معلوم جدا. الله يقول: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. قال: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. ثم قال: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وأنت تعلم عقلا ونقلا أنه لا يوجد أحد من الصحابة يأتي للأسير أو للفقير أو للمسكين ويطعمه ويقول خذه، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، هذا لم يقع. أين قالوها؟ قالوها في أنفسهم، يعني هذا لسان حال ليس لسان مقال، لكن لما صدقت سرائرهم أظهر الله هذه السرائر تكرمة تكرمة له. نظيرها في القرآن، الله جل وعلا يقول في صدر سورة البقرة: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء
الآن من الذي يقول هذا؟ المنافقون. ومعلوم أن المنافق معلوم أن المنافقين إذا قيل لهم آمنوا لا يقولون علانية أنؤمن كما آمن السفهاء، لأن هذا لا يعد نفاق، لأنهم أظهروا الكفر، لا يصبحوا ماذا؟ لا يصبحوا منافقين. لكن كيف حصل الأمر؟ هذه مثل هذه، هذه قالوها في سرائرهم، فلما عادوا الله هتك أسرارهم وفضح أستارهم وأخبر بما في قلوبهم. والآخرون لما والوا الله وتولوه جل وعلا وأطاعوه وكتموا نياتهم أخرجها الله جل وعلا ونشر سريرتهم الطيبة بين خلقه. والجزاء من جنس العمل. نعود للآية، قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك ليقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. رغم هذا لم يرتدع، قال الله فطوعت له نفسه. فقول الله فطوعت له نفسه دليل على أن أي معصية لها سببان، أي معصية لها سببان، سبب داخلي وسبب خارجي. سبب داخلي النفس الأمارة بالسوء، شيء وضعف في النفس. والسبب الخارجي وسوسة الشيطان. ويدل على صحة هذا المعنى قول الله جل وعلا في سورة طه عن أبينا آدم، قال الله جل وعلا ولم نجد له عزما، فكان الضعف في نفسيته عليه الصلاة والسلام مع وسوسة الشيطان له، فوسوس لهما الشيطان، فوجد وسوسة من الشيطان وضعفت عزيمة أبينا آدم بقدر الله، ولا يحط ذلك من مكانته، فهو نبي مكلم، لكن نحن نتكلم الاستشهاد بالآية. هنا مثلها، قال الله جل وعلا فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض. الغراب من الفواسق، والعرب تقول إذا كان الغراب دليل قوم دلهم على جيء في الكلاب. فلما كان الغراب من الفواسق بعثه الله حتى في التعليم أهان الله القاتل. ما بعث حيوانا كريما يعلمه كيف يواري من قتله، وإنما بعث غرابا. فلما رأى الغراب على ما فيه أفقه منه زاد ندامة، ويأبى الله إلا أن يذل من عصاه. جرت سنة الله في خلقه أن الأصل في الأشياء أن تبقى على حالها، فإن دخلها معترض دخل بعد ذلك ما يقوم اعتراضها. نثبت هذا. الله يقول بعد هذا الذي وقع من قابيل كتبنا على بني إسرائيل أن من قتل نفسا بغير نفس. مثاله أن لوطا عليه السلام لم يكن من قبيلة القرية التي ذهب إليها من قرية سدوم، لم يكن له فيها رهط ولا منعة ولا قبيلة ولا أعمام ولا أخوان. فلما جاءه الملائكة وقع في الحرج معهم قبل أن يعلم أنهم ملائكة مع قومه، قال يا ليت لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. يعني أنا لست من هذه القبيلة، ليس لي أحد عصبة تحميني. قال صلى الله عليه وسلم نبينا كما في البخاري فما بعث الله نبيا بعده إلا في منعة من قومه. ولهذا قال الله عن شعيب ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. فالذي منع قوم شعيب أن يرجموا شعيبا خوفهم من قومه. ولهذا حتى الذين تآمروا على صالح قالوا نقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون، خافوا. فالمقصود أن الله جل وعلا قد علم أزلا أن لوطا سيجد حرجا، مع ذلك قال ما من بعدها ما بعث الله نبيا إلا في منعة من قومه. وكذلك الأصل في الأشياء، وكذلك الأصل في الأشياء. وهذا يعينك على فقه الكتاب إذا كنت تأخذ بالسنن العامة، و
فيما يأتي من الوقفات إن شاء الله تعالى يتضح أكثر من ذلك. مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام، بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام. مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.